عايز ازيك يا اساطير، رجعت لكم بفيديو جديد واسفه جدا على السهر. النهارده يا حبايبي معانا التحديث الجديد تبع المزرعه، عشان يا جماعه التحديث ده عشان يعني في الصيف فصل الحصاد وكده، فهمتوا؟ طب جايز ما نطول في المقدمه، يلا نبدا. اول اشي جايز شوفوا هنا في التلة اوكي، نروح لاخر شيء وخلينا ما نشوفه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي، شوفوا جايز ما اجمله. شوفوا لما عملته لونه ابيض، ذيك اللي هناك ذيك المروحة تحولت بيضة، ولما المروح كمان بتتحول نفس لون البيت، بس احمر حسيته مرة حلو يعني بليك. واو كيف اخدته ومنين اصلا؟ استنوا والله من هنا. واو التحديث ذا يجنن، يب يجنن يجنن. واو جايز التحديث مرة حلو، زي كده اقدر اخذ يكتين. يب جايز شوفوا يكتين بيدي، شوفوا جايز قدرت اخذ اليكتين كمان. خليني اشوف لو اقدر اخذ شي تاني. الديت ما اظن، عشان ذا يعني زي شوك يعني، فهمت؟ ناون يعني ما فيش حاجة. بصوا ما اقدرش اخذ حاجة كده. اكتر حاجة عجبتني بتاعت القرن اللي هو الذرة. وجايز اليوم باخذكم جولة في مزرعتي، وعشان اخذكم جولة في مزرعتي لازم يكون يعني املك اشي لازم، اللي هو فينه اصلا؟ لبس المزارع. يلا اوكي لبس المزارع. ايوه في جايز طاقية اظن تبع مزارعين وكذا، اظن يعني اظن مو طاقية من هنا، ما ادري يا اخي جات على بالي كذا، لا لا اظن ما فيش. المهم يا جماعة دلوقتي خليني اخذكم في مزرعتي. لمار دقيقة بقى، لمار مزرعة، مزرعة دمار، بتبيع الدمار اوكي. اول حاجة يا جماعة بالمزرعة، بصوا جامدة ازاي كده، والذرة بتاعنا يا جماعة جامد. تعالوا اشتروا من عندنا الذرة، يب تعالوا اشتروا من عندنا ذرانا جامد. المهم زي ما شفنا نقدر ناخد من هنا الذرة، ونقدر كمان نفتح وناخد ده، وده بقى اسمه ايه يا الله، علف بياكلوه الاحصنة. سو نفتح من هنا اوكي، نقدر يعني القش اللي موجود اللي هناك بصوا نقدر نمسكه كمان، والله حاجة جامدة يا جماعة التحديث ده والله. ونحطه هنا في الاسطبل تبع الاحصنة اوكي، دي بصراحة اجمد حاجة. وبصوا كمان هنجيب حصان، كم حصان كده نحطهم من هنا، ده حصان، ومن هنا برضك حصان، بس ننوع بقى، خلينا ننوع حصانه كده. عندنا الحق نحط 4 أحصنة وبس، فهمتوا؟ اوكي سو حطيت ده الحصان ده اوكي، والحصان ده هبدله برضك، خلي علف في ايه. اوكي يا جماعة دلوقتي بصوا في كمان حافرة، واجمد حاجة يا جماعة بصوا لما هنا هتنزل مية كده، بصوا من الاخر الحوار جامد من الاخر. اوكي يا جماعة ودلوقتي بيتنا هنشوفه، ده يا جماعة بيناسب جدا للناس يعني المزارعين واللي بيحبوا
يعني الفلاح والحاجات دي مناسب جدا مناسب جدا، وان شاء الله هعمل لكم قصة. وده بقى رشاش مية عشان الذرة وكده، فهمتوا؟ وده زعافة بقى، معرفش اسمها ازاي، بس فزاعة ولا زعافة مش عارفة، فزاعة فزاعة فزاعة. اوكي يا جماعة، ديك فزاعة يعني بتطرد الطيور عشان ما ياكلوا الذرة. سو جايز، وكمان في اشي المهم، خليني اعرفكم الاول على بيتي. ذا البيت جايز مرة ضيق يعني بيناسب، ومرة كيوت وحلو. سو وكمان الطابق بس يعني، وبيناسب لشخص او شخصين كذا، عشان يعني هو الشخص بس يعني، عشان سرير بس وكذا. وهنا في طاولة لاثنين اشخاص، وهنا يعني الحمام. اوكي، هنا التلفاز، وهنا نفتح الدفاية يعني. اوكي، وهنا اكيد يعني المطبخ يعني. مرة صغير البيت ومرة كيوت، وذي الكنباي. سو جايز، كمان لما نفتح كذا وينتر او سبرينج، والحين نحن فاتحين سبرينج يعني وينتر بيكون، لا يب صح. خليني اوريكم وينتر كيف. شوفوا جايز المزرعة كذا تكون يعني مزرعة في الشتاء، مو تكون يعني كذا معبية شوك ومليانة بالشوك، ويعني من الآخر كذا مزرعة مو مهتمين بها أصحابها كذا. أوكي خليني أكلهم، أحط لهم هنا، كلوا بقى كلوا، خليهم يأكلوا. وين يا جماعة نقدر كذا نقعد كذا نستمتع كذا بالمنظر بالمنظر. وسبرينج بترجعوا نفس الحالة اللي كان فيها بصراحة. بصراحة التحديث جامد. اوكي يا جماعة، وكده نكون خلصنا التحديث، بس لسه كده حاجتين. بس انا عندي فضول، لو دول فين هيكونوا يعني؟ دي من هنا، في السرير بس. اوكي بوم تادي بوم 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 بوم. اوكي يا جماعة التحديث جامد، وفي حاجة كده كمان ما شفناهاش كلنا يا جماعة، كلهم اجانب، كلهم ما جنبي نقدر ناخده حتى من السيارة. هي بسكوتي دي تقوى على فكرة. يب ضيقتن بردك، نقدر ناخده جامد بصراحة. اوكي في حاجة تانية، في تري اللي هو الشجر يعني، نقدر ناخده. واو نقدر ناخده كمان، بصوا واو التحديث حاجة واو على الاخر. اوكي يا جماعة دلوقتي ناخده كده، واو. ان شاء الله هعمل لكم كده فيديو على التحديث ده، وخلينا نشوف. وكمان هعمل لكم لو في كده، لو اكتشفت حاجة سرية كده ولا كده يعني. اوكي يا جماعة، وكده يكون الفيديو خلص. باي باي يا اساطير، ويلا ويلا باي باي يا اساطير، باي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي.